استفدت من شهرة الوالد؟ أكيد طبعا، بس شهرة الوالد كانت بالنسبة لي يعني عليا أكثر ما هي ليا. يعني أنا طالع ما خدتش التدرج الثقافي والتدرج في الموهبة. يعني المفروض إن أنت أي يعني هل محمود التهامي من 20 سنة أداؤه ومستواه في الصوت والموهبة زي حاليا؟ لا طبعا، بس هي في الفكره ان تطور. انا في تطور طبعا، وفي ثقافه وفي خبره وفي تراكمات ثقافيه وتراكمات وتجارب. اللي حصل ان اول ما طلعت من 92 والناس حطاني في مقارنه بياسين التهامي، يعني ليه؟ لانه شاف ابن ياسين التهامي، فده كان مخلي الموضوع صعب عليا جدا. يعني كان عليا اكثر ما هو ليا، يعني عارف اللي هو الغلطه بفوره. فخلاني كنت بذاكر بذاكر مذاكرة. مثلت لك التزام. ما هو بص، انت طالع في مستوى الناس مستنية يشوفوك ابن ياسين التهامي، فابن ياسين التهامي فلازم يشوفوك. يعني هو سامع ياسين التهامي، فهيسمع ابن ياسين التهامي، فهو هيسمعك في مستوى ياسين التهامي. في الوقت اللي ياسين التهامي ليه مثلا 30 سنة في المهنة، انت لسه طالع وعندك 13 سنة. فكان الموضوع صعب. يعني انت طالع في مستوى الأقوياء او المحترفين او المتسيدين الساحات في هذا التوقيت. ياسين التهامي ليه فضل عليك؟ ياسين التهامي ليه فضل على الانشاد الديني كله مش عليا بس. يعني تحديدا حضرتك. يا عم ابويا في ايه يعني؟ لا بعيد عن هو والدك، اقصد ان هو ساعدك، اداك دخلات، قعد معاك. لا يعني لا يعني لا ك ك لا هو يعني هو يعني طبعا مجهود الشيخ ياسين التهامي في الانشاد، الانشاد ده تاريخ يعني. ده لا 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 ياسين التهامي، الشيخ ياسين التهامي ما دلكش على الطريق تقعد مع ولا الهوى. مبتدأ دوت كوم.